بابا قوم بابا اكو صوت بالصالون. بابا اقعد عاد بابا احكي وياك اقعد. شبيك اوس ما تقولي شبيك شكم قاعد مين؟ اكو صوت بالصالون بابا. ايوه اذا صوت بالصالون يجوز بزونه عادي يعني هسه تروح. بابا لا تخربط ليش احنا عندنا بزون حتى يجي صوت من صاله؟ احنا ما عندنا بزون يعني احنا ما مربين بزون مو؟ بعد هذا شنو الصوت؟ حرامي. يبو صوت حرامي؟ اويلي شو راح نسوي هسه؟ وقف ابني اهدأ هسه نشوف دصبر شويه ما تقول ايش بيك؟ هسه اروح اشبعه من الكتل هيك هيك. بابا لا تخربط شلون تكلي الحرامي بسبحه؟ صح حكيك شلون اكتله بسبحه؟ بابا الزمها العوده ولا ترجع بدون ما تكتله. لك هاي منين جبت لي اياها؟ هاي جابه عندك هاي؟ ماشي خلي اروح اكتله لهذا الحرامي منين طلعت لي هاي السالفه ولك تعال تعال اشوف. هذا شلون حرامي؟ هذا شكبراته شلون راح اقتله لهذا؟ هذا ياكلني واني طيب منيح حتى اصبعه ما اقدر اضربه. بابا ايش سويت؟ زمت الحرامي قتلته؟ لا ابني خطيه مبين عليه مسكين وفقير وجوعان لذلك يعني ديبوق هو نوب اني همين اقتله خطيه اصلا بعدين ماكو شيء مهم بالبيت خلي يضل يدور 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 يلا يلا نام نام خلي هاي مكان ارجعها. لا تخربط بابا انت خفت مو؟ اضرب كم وحده براسه. لا بالله اذا انتهيت سبع لا تقوم اضربه انت. بابا لا تخربط ايش قد خواف انت ها؟ خواف؟ لك شلون تحكي شوي ابوك؟ ليش انا اخاف لك؟ اني هسه اروح اموت من الكتل واجي زين خواف قول عليه خواف مو اثول شلون تقول لابوك خواف؟ اثول مطي تعال لهنا شو لا تتحرك دير بالك ترى لازم بندقية بيدي اني ابد لزمتك دير بالك سنان هاي ايش دايصير؟ لا تخافي عم كل شي ماكو بس فات حرامي على البيت واني لزمته فقط الوعي ماكو شي خوف احنا بامان بامان لا تخافين لزمته للحرامي لا تديرين بال عمتي. بيبي ليش واقفة مثل الصنم هيج خلينا نروح نخاب الشرطة. اي تحكي صدق ابني. اي خابرو خابرو وقف لك لا تتحرك ترى اني شايل بندقية بيدي والله راح اضربك راح اضربك ترى. لك انت مو الرجال اللي كنت قاعد يم المرية اللي بقت شنطتها بالبارك. يبو لك انت غير قذر لك تبوقنا مرتين مرة بالنهار ومرة تجي بالليل لك قذر لك انت شنو من قابلية ما تقول لي ما تستعي على نفسك. اخويا ترى والله احكي كل شي لعمتك واقول الشفت ادمرك. هلا 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 شوف هذا فوق ما هو حرامي يتبلع على صاحب البيت لك انت شنو حتى تهددني ها ترى طيح حظك. لا اخويا اعوذ بالله شنو هدد بس الشرطه بتجي لبيتي وتشوف جنطه المريه وتعرف المريه. اي وبعدين يكشفون هويه المريه واني هم اقول لهم من وين بكت الجنطه وبعدين انت يجيبوك شاهد ومرتك تعرف كل سوالفك وتخليك قدام الباب وخلص. اي والله كلامك صحيح شو بالك بالك خل اقعد زين هسه ايش راح نسوي؟ اخويا احسن شي عوفني خليني اشلع. احسن شي اعوفك شلون يصير هالشكل انا لزمتك وانت دتبوق ما اقدر اعوفك انا ما يصير. ايه خلي الشرطه تجي لا تدمر نفسك ودمرني انا انسجن وانت تطلق شلون فكره؟ اي خوش فكره من ناحيه السجن بالنسبه لك خوش بس انا بالنسبه لي فقرتي ما يصير شلون اطلق ما يصير ما يصير لا القى لك غير شي. اخويا باع عوفني اروح ترى والله ادمرك اذا انت تدمرني انا هم ادمرك عوفني اروح. اي صدق كلامك يمكن احسن شي لازم اعوفك خش نعوفك. عمه لا تخبرون عن الشرطه ماكو داعي انا راح اعوفه للاخر راح اسامحه لا تخبرون لا تخبرون تعالوا ماكو داعي لا تخبرون. شو تقول انت ها تخبلت شنو يعني تعرفه انت؟ يا بابا لا تخربط شلون تعوفه هيك ها؟ ابني بس اسمعني شويه لا تصير غبي سمعوني زين باعوا وجه الرجال شوفوا البراءه اللي بعيونه باعوا خطيه ما عنده شغل هذا عمه خطيه جبر يبوك عنده ست سبع جهال وخلصان حليبهم يعني محتاج فلوس لذلك هو ديبوق على مود جهاله الصغار خطيه كلش صغار يعني نيته زينه خطيه بس واني همين انقهرت عليه شويه خطيه ماكو داعي نخابر الشرطه وينحبس وجهاله يضيعون ورا مو حرام؟ واي واي سودة علي دخل لطب جو اجيب له سوار ذهب واخليه بجيبه. ايه ما يخالف لا عيني لا ماكو داعي هالقد يا بيت والله خاله.
ولك اخلع لسانك هذا اللي يقول خاله، انت قشمرت نسيبي وتريد تقشمرني اني، لا ما تقدر علي. يلا اوس خلينا نخابر الشرطه. عمه ما تقولي ليش شلتي بالشرطه شرطه شرطه، اقول لك الرجال مسكين مو صوته، هاي صوت اللي يعوفون الناس هالشكل عطاله بطاله بدون شغل، وهم اللي يشجعوهم على السرقه، هذول هم اللي صوتهم. اني مسامح الاخ بالنسبه لي، واصلا وعدني وعد رجال وشرف، قال منا ورايح ما ابوك وما يمد ايده على الحرام. مو هيك انت قلت؟ مو انت وعدتني؟ وعد والله اخويا وعد، ما ابوك مرت له. شفت يا عمه؟ يلا دروح روح منين ما جيت. اي اروح. تعال اقول لك نسيت القونيه مالتك. اوقف والله خليه اشوف ايش ماخذ انت من البيت. ها زين يلا مو شيء مهم، الزم هذا خليه لك وخذ هديه، بس دير بالك تبوك بعد، دير بالك، واذا طلعت مرت الاخ قدامي ترى كسر راسك ورجليك، فهمت؟ يلا امشي، يلا روح الله وياك. عافيه سنان، بس كان ناقص تسوي شغل ويا الحرامي، وهاي هم سويتها، عافيه عليك.